الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، وبعد. فمهما تحدثنا عن فضائل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن نوفيه بعض حقه، ولن نجد حديثا أفضل من حديث القرآن عنه صلى الله عليه وسلم، حيث زكى ربه عز وجل لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى، وزكى بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى، وزكى فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى عقله فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى معلمه فقال: علمه شديد القوى، وزكى خلقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، وزكاه كله فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول سيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه: وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. ويقول الآخر: كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل، أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العارفين تسيل، صارت دموع العاشقين تسيل، هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لكل العالمين رسول، صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول شوقي: أصابك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، صلى وراءك منهم كل ذي خطأ، ومن يفز بحبيب الله يأتمم، وقد بلغت سماء لا يطاف بها على جناح ولا يسعى على قدمي، وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلمي. محمد صفوة الباري ورحمته، وسيد الخلق من عرب ومن عجم، صلوا عليه وسلموا تسليما. ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ السريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا، صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول شوقي: وأقمت بعدك للعباد حكومة لا سوقة فيها ولا أمراء، الله الله فوق الخلق، الله فوق الخلق فيها وحده، والناس تحت لوائها أكفاء، فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول الحق سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول سبحانه: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. ويقول سبحانه:
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. كان نبينا صلى الله عليه وسلم خير الناس للناس، خير الناس لأهله، خير الناس لأزواجه، خير الناس لأبنائه، خير الناس لأصحابه، خير الناس لأمته، خير الناس للعالمين. وقال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقال صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس. نسأل الله أن نكون منهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.